80 سنه داز كل عطاء، 80 سنه تالق، وتبارك الله علينا كاملين وديما وداد. كنطلعوا ان شاء الله البطوله 19 ان شاء الله قريبا، تقريبا 90% حسمنا فيها. والوداد انها تاسست بعدا على سميتو انها تكون وداد مقاومه وتقاوم على البلاد، ماشي هدف ديالها هو الالقاب ديك الساعات، وانها تحرر البلاد من الاستعمار. ومن بعد عاد باش بداو الالقاب، بدا تحال من حاجه. نادي الوداد نادي عريق كيمثل ماشي ليا انا، كيمثل الشعب المغربي كامل. نادي المقاومه كيشهد التاريخ على هذا الشيء، والحمد لله راه كنتمنوا القاب مع حسين عموته. الحمد لله 80 سنه راه ماشي شويه، 80 سنه دوزنا فيها الحلوه والمره و19 لقب ان شاء الله، وما جاي ان شاء الله يكون احسن. كنحس بالفرحه وكنتمنى تكمل الفرحه بالبطوله 19. احتفلنا بحفله 80 شمعه. بداد فريق عريق وقديم بزاف وعزيز علينا من الاعماق ديالنا، والجداد ديالنا كانوا كيدون على الوداد البيضاوي وحنا خرجنا وداديين، والحمد لله ان شاء الله غادي ندوا بطوله والكونفدراسيون كوب ان شاء الله، وما يكون الخير وديما حمراء. تبارك الله على الوداديين كاملين. الوداد ما احتلتش على 80 سنه من العطاء الا بالمجهود الكبير ديالها والتفاعل الكبير ما بين اللاعبين ديالها، وحتى ما بين المدرب ديالها اللي كنوجه ليه تحيه حسين عموته. يعني انا كنظن غتحتل بزاف، غتجيب بزاف ديال الالقاب نحن سنوات مقبله ان شاء الله، وكنتمنى لها مزيد من العطاء. الوداد راه وداد الحب، وداد القلب، وداد الالقاب، وداد الامجاد، كما كيقول ودادي ودادي لك حبي وفؤادي، انت الروح وانت كياني، بدونك لن اعيش يا ودادي. تحيه وداد.